من رأيك في تسريب بعض نتائج اللجان للأفلام المشاركة؟ حسن فهم يعني بيتقال تبقى مصيبة بجد والله بيتقال والله أنا ما أعرف يعني أنا بتكلم بس تبقى كارثة تبقى حاجة مش لطيفة تمام هيبقى يعني صفر الثانوية العامة بتاع مريم وهنا كمان التجاوزات كل اللي بتتكلم فيها التجاوزات تبقى كارثة.